السلام عليكم اخواتي في الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتم كتشاهدوا هذا الفيديو، جيت اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد القفيطنات للراندا باش ان شاء الله نخدم ندير معكم خديمات. هكا القفيطنات خفاف ديال الدار وجليلبات خفاف بالراندا ان شاء الله، وندير معكم المراحل كاملة ايطاب باغ ايطاب. وهذا واحد القفيطين، هذا الجوهرة المبرة خدمته بهذا الشكل هذا. ان شاء الله غادي نوري لكم، نوريكم الكميمات ديالو كيفاش جا وكيفاش جا. بصراحة البنات الانسان هو يغير شوية، ماشي يبقى كلشي سفيفة كلشي طارز خدمة هاد المعلم. شي حاجة باليد باش ملي تلبسي كتحسي براسك لبستي شي حاجة جديدة. بسم الله نبداو. هذه واحد الفراشة كنت خدمتها حتى هي بالمناسبة البنات في البلومارين، غير ما عرفش واش مع أشعة الشمس ديال الشرجم ولا لانها ما جاش اللون باين غير مع التصوير. يا عباية جات على هذا الشكل هذا، درتها نصف الطوق بالعقيق وبالصم. شي البنات على هذا الشكل هذا جوزات وبحال على شكل الوريدات وبالصم صفر. هذا العنيق درت فيه فتيحة، وهذا الكول والظهر ديالو كيجي على هذا الشكل هذا. زوينه البنات، ممكن تلبسيها في الدار اللي جا عندك شي ضيف، ولا مشيتي انت ضيفه عند شي واحد ممكن تلبسيها. تجي على الشكل هذه فراشه على الشكل هذا. شو البنات خفيفه ديال الدار ولا ديال تلبسيها الا مشيتي ضيفه عند شي واحد. وهذا القفطان ديالنا ديال المبرا اللي وريتكم في بدايه الفيديو، درتو كول في بالعقيق مهرس وبالصم الفضي على هذا الشكل هذا. شو البنات اللوايه في الجناب ونص طوق، خدمه عريضه نص طوق. هادو الكميمات حتى هما دخلت فيهم الصم، وهذه الهبطه ديالو فيها سليته بالعقيق مهرس ولوايات صغار هكا يجي على هذا الشكل هذا. ممكن تحضري به في الحضور مع شي حزام ولا شي منظمه نقره، ولا منظمه تكون حتى هي هكا بالصم فضي اللوايه حتى في الكول. في الواقع البنات وراه خضر ملك، غير مع التصوير هنا تيبان ما واضحش. يجي على هذا الشكل هذا زوين البنات، خضر ملكي غزال جوهرة. هادي زوين، هادي الفتيحة حتى هي دخلت فيها الصم، وهادي عقيقات هكا مهرس خفيف. بالمناسبة البنات في الليل فاش تيتلبس راه تيبان كله بريونس، كيبان داكشي تيشعل. هادي الطلاقية حتى هي دخلت فيها العقيق، جات على الشكل هذا. شي حاجه خارقه، شي حاجه توب 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 زوين. ممكن تلبسيه في الصيف وممكن تلبسيه في البرد، يعني حتى في الصيف زعما ماشي سخون لانه فيه باندا مبرا وباندا بحال الزقلي بحال ممكن تبان تبري ماشي سخون، يعني ممكن تلبسيه حتى في الصيف. هاد الكميمات وعلى هاد الشكل هذا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وهذا واحد القفيطين حتى هو في البوردو سامبل خفيف، شي حاجه خفيفه عقيقات بالكورميطه وعقيق راندا الكورميط ثلاثه الغريزات ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم. حتى هي هادو الفتيحه حتى هما دخلت فيهم عقيقات خفيف ديال الدار، درتو نص كم هكا عفوا خفيف كامل، لقيتو غير بالماكينه البنات. بالمناسبه انا خفيف سامبل عادي، ما بغيتش نصدع راسي معاد. وبالمناسبه الحويجات ديالي البنات بغيت نبارطاجيهم معاكم. الكول هادو الكميمات درتو نصكم حتى وما دخلت فيهم عقيقات في الكميمات على هذا الشكل هذا
خفيف ديال الدار، ولا يجي عندك شي ضيف هكا تلبسيه ولا يكون معك شي. وهذا البنات واحد التويب حتى هو جايبه ليا الاخت ديالي، الله يجازيها بخير ويعطيها منوات في خطرها. بارد خفيف عزيز عليا تلبسو، تنصلي بيه تلبسو في الدار اللي جا عندي هكا شي حد. ولا هذا خفيف وبارد صيفي ديال الصيف، حتى هو درت لي خديمه هكا خفيفه سامبل مفتيحه حتى هو. وهذا ماشي قرميطه، هادي هك... حتى هو قولي بالعقيق، حتى لتحت سلته خفيفه هكا على هاد الشكل هذا، كتجي هكا تجي زوينه. هانتوما البنات كما تتشوفوا صيفي خفيف. هادي الفتيحه، درت لي فتيحه القدام تيجي على هاد الشكل هذا. التوب حتى هو زوين بارد، شفتو شي حاجة خفيفة وعادية. أنا البنات ما تنحملش ديك الخدمة المشارجية تكون كبيرة وديك بزاف وعريضة والكمام غندك تيجي داكشي باسل. هكا شي حاجة خفيفة سامبل زوينة في الدار ما كتمليهاش، بقاي دائما مرة مرة تلبسيها تبدلي لين تاني خرج شوية من خياطة تسفيفة وداكشي الطارز، شي الماكينة شي حاجة اليد شي حاجة زوينة تبدلي. وحتى انتي ملي كتلبسي كتحسي براسك راكي لابسة شي حاجة مغايرة. شفتو البنات كيجي على هاد الشكل هذا زوينة، اللي بغا شي حاجة مرحبا. شاركتهم معاكم، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، نتمنى ما تبخلوش عليا باشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بعض الخدمات ان شاء الله نشاركهم معاكم. ودابا غادي ندوز لواحد الجليبه حتى هي في النوار على هذا الشكل هذا. العفو انا البنات بحال بغا يضربني البرد، درت فيها واحد ثلاثة طريزات رشيمات هكا. بالمناسبة البنات راها كحلة وخدمتها حتى بالعقيق كحل، تجي على هاد الشكل هذا. درت فيها ثلاثة ديال الطريزات، وحدة في الصدر وحدة في الحزام وحدة في التحت. شو البنات كيفاش جات خفيفة، خياطة مخزنية في صالة مخزنية. وهذا الكول ديالها، هادو الكميمات فاش كتلبسيها البنات كتبقى تجي بحال لابسه عبايه زوينه مبرده وزوينه. وهادي كل هادو هادشي الخيطه ولات دابا في بلاصه خدمه المعلم والطراسون وداكشي، تديريها بالعقيق تدي عند الخياط تيلقيها لك بالماكينه وتجي انت تتنبتيها بيدك هكا على هاد الشكل هذا. وما بالنسبة البنات في كيكونوا الوينات كتجي شي حاجة طوب زوينة، ممكن حتى انك تحضري فيها بيها في المناسبات. انا ما تنبغيش الحاجة مشارجية بزاف، درتها هكا سامبل عجباتني. هادو الكتاف وهذا التركيز في صالة مخزنية زوينة، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. حتى هي غادي نشاركها معكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه. هادو الفتيحات كيجيو على هاد الشكل هذا، درت لها فتيحات في الجناب حتى هما بالعقيق على هاد الشكل كما كتشوفوا. شي حاجه زوينه، شي حاجه منخويه، كتحسي براسك انك لابسه شي حاجه زوينه وشي حاجه جديده. وبالنسبه للبنات في صاله مخزنيه ما كاينش في حالها، تحسي براسك لابسه جلابه وانتي مرتاحه زوينه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وتنقول لكم البنات ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. وما تنساوش اللي اول مره كيشوف الفيديو ديالي شارك معايا في القناه ديالي، و اضغط على الزر